طب نيجي عند الحريه والاخوه والمساواه، فرنسا بتتعامل ازاي مع العرب فعلا؟ تمام. طيب مهاجرين او لاجئين فرنسا بصراحة. بصراحه شديده، انا هتكلم عن تجربتي انا الشخصيه، حتى انا ما حسيتش باي تفرقه ما بين الاجانب والفرنساويين. فرنسا من الدول اللي فيها فرص وفيها عدل، اهم حاجه ان فيها عدل، عداله الفرص حتى بالنسبه للفرنساويين والاجانب. انت ليك نفس الحقوق، نفس الاعانات، نفس كل حاجه كاجنبي زي المواطن الفرنسي بالظبط. فلا دي مفيش فرق في النقطه دي خالص. لا لا تماماً. طيب مارك، استراليا انت شايف ان هي كانت جديد بالنسبه لها فكره يبقى في مهاجرين عرب، في مهاجرين من مصر، التعامل كان عامل ازاي بصراحه؟ بص، هي استراليا بلد كبيره شويه، فيعني ما اقدرش ان انا اقول استراليا كلها، لان انا شفت في استراليا حتت بتقبل المهاجرين بشكل كامل وما عندهمش اي مشاكل معاهم، وحتت يعني عشان هم محافظين شويه او افكارهم يعني محدوده شويه ومش مطلعين على العالم قوي، فما كانوش بيقبلوا اي حد بيتصرف بطريقه غير طريقتهم عموما، مش فوكست على العرب يعني. بس على النقطه اللي قالها جلال ان هي المواطنين كلهم حتى يعني اجانب او مواطنين في البلد عندهم نفس الحقوق، دي حاجه مميزه في فرنسا، دي مش موجوده في استراليا، لان استراليا هم بيدوا حقوق اكتر للمواطنين كحكومه، بس في نفس الوقت الحكومه بتحاول ان هي تستقبل كل المهاجرين وتخليهم يعني متساويين لو هم بقوا مواطنين في مرحله معينه وبس كده.